انا ممرضه ومفيش حقوق وعرفت ان في تعليم مدمج ادخل تجاره وعدل وظيفتي، ايه راي حضرتك؟ وهل في قسم اداره مستشفيات مفيش حقوق عرفت ان في تعليم؟ انت حابه التجاره ولا لا؟ لو حباها اتفضلي، لو مش حباها خليكي في مهنه التمريض، عليها طلب كتير خاصه في الخليج. لو لغتك الانجليزيه جيده تشتغلي هنا في شركات، عفوا في مستشفيات خاصه وكبيره، ولكن حاولي ان تطوري من نفسك، تحصلي على الماجستير، حاولي ان يكون عندك تطوير لذاتك، لان ده هو اللي بيساعدك انك تنتقلي الى مكان افضل. لكن لو انت مش حابه خالص مجال التمريض، لا انا حابه من اخد من الناحيه الاداريه، ساعتها ممكن تدخلي كليه تجاره ومن ثم تدخلي اداره اعمال. بعد التخرج تقدري تقدمي على دبلومه اداره مستشفيات، ممكن كمان مش قبل ما تدخلي كليه تجاره، لا انت ممكن تدخلي على طول دبلومه المستشفيات، تبحثي على دبلومه المستشفيات موجوده فين، اعتقد انها موجوده في جامعه حلوان اللي في الزمالك، فيها دبلومه اداره المستشفيات، وهتلاقيها اعتقد في جامعه القاهره، ولكن اتاكدي، هتبحثي على هذه الدبلومات، هتقدمي في الغالب هتكون متاحه ليك انك تحصلي عليها ما دام انت حاصله على شهاده البكالوريوس او مؤهل عالي، ممكن تقدمي على درجه الدبلومه في اداره المستشفيات. لو انت مؤهل غير عالي، مؤهل فوق المتوسط، لا الدبلومه مش هيوافقوا بيك، لازم تحصلي على مؤهل عالي علشان تقدمي على الدبلومه على طول. بالتوفيق ان شاء الله. ومجال اداره المستشفيات من المجالات المتميزه واللي بيفضلوا فيها الناس يكون عندهم خلفيه ذات اكاديميه طبيه وذات علوم طبيه، وبالتوفيق ان شاء الله.